احب اسال الحاج محمود عليها بقى يعني الموضوع دول. الحاجه الثالثه، انا اول مره في حياتي اشوف الدوري والكاس في يوم واحد، يعني ماتشات دوري وماتشات كاس. شرب الخضار، شوف ماتشات كاس يوم 30 شرب الخضار 30 تيل، شرب الخضار يا اسماعيلي وسموحه افتكره في الكاس يطلع اصل ده ماتش، شرب الخضار يا في ماتش قبله في الكاس. احيانا بشوف حاجات غريبه جدا يا كابتن، انا بشوفها السنه دي. يعني اتمنى، يعني انا عارف ان الحاج محمود يعني اصبح النهارده ممثل للمعارضه جوه مش معارضه بقى لوحده. يعني الحقيقه حاجات غريبه جدا بتحصل بشوفها. الحاجه المهمه بقى عابرا بره الكلام ده كله، انا سمعت ان كان محدش ممنوع يسافر قطر غير رئيس البعثه، ان ثلاثه طبعا مصدره يعني سافروا، فيا ريت الناس ثلاثه. لا ما فيش احمد سافر، ما فيش حد سافر، كابتن سمير بس متاكد. لا كابتن مجدي رئيس بعثه، وكابتن سمير ده مش غيرهم ولا لا؟ الحاج محمود كده جايز يكون عنده معلومه. الحاج محمود في حد سافر غير الكابتن سمير والكابتن مجدي؟ يا ابني نفوس يا ابني بلاش. في حد سافر غير الكابتن سمير؟ شكرا يا ابو حميد، اشكرك بس كويس، الف شكر. النقاط مهمه جدا. يعني بالحقيقه تتذكر ان احنا كنا ايام اللواء حرب الدشوري حددنا عدد المنتقلين باربعه، عشان كده انا سالتك السؤال قلت لك ايه اللي هو خلى الاسعار، كتر خيره فكرنا ايه اللي خلى الاسعار المفروض ب 25 خلاص احنا ابتدينا 25 وقلنا ان ال 30 قبل احمد بيتكلم ان ده الهدف منه جاد ما حاجه جديده. تحديد العدد ده انا مش معاه، مش معاه فيه حضرتك. دي ده موضوع احنا عندنا النهارده للاسف الشديد جربنا الموضوع ده والاسعار بقت يعني بس ساعتها الاسعار دي وقلنا اللي يجي من تحت بقى 8 وبقت ناس الاحتراف الخارجي وناس راحوا جابوا ناس من بره احترفوا. لا طبعا تحديد العدد افكرك هيعرف هيضر ايه تحديد العدد ده؟ هيضر جدا 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 كل القسم الثاني والثالث، موارده الاساسيه انه بيبيع اللعيبه. خد بالك ما مش هيشتري بقى، احنا جربنا الموضوع ده، بيبقى اللعيب ما هيبيع، ما بيبيعش، ما هو اربعه هيشتري منين؟ هيبيع منين؟ حضرتك النهارده هي المشكله يا كابتن، المشكله كلها يا كابتن ان هي محدش احتياجاته ويبقى في انفصام تمام ما بين مجلس المدير الفني رئيس مجلس الاداره، هو اللي بيصرف معاه الفلوس بيجيب لعيبه بدون. عشان كده كنت اتمنى في التقرير ده حضرتك تجيب الراي مجالس الاداره مع بعض، جيب لك مجلس اداره رئيس نادي نفس النادي يا شباب نعمل تقرير نفس الانديه دي. بالظبط كده. انا حضرتك رئيس نادي بك عايز يجيب لعيبه ويحاول يفرض على الانديه ويقول لك اللعيب اللي جاي ده مفاجاه. مفاجاه دليل انك انت حضرتك فوجئنا على مستوى الانديه في الاحتياجات، لو بصينا حتى اكبر انديه زي النادي الاهلي جدا في شغل لعيبه في وسط الملعب. عندنا مشكله كبيره في راس الحربه، عندنا مشكله كبيره في باك الرايت، عندنا مشكله كبيره في المساكين، مش دي حقيقه؟ صحيح. فهي المشكله واضحه ان لجان الكوره ومجلس الاداره بتستعجل جدا لان تحت ضغوط جماهيريه، تحت ضغوط ان النادي اللعيب ده ممكن ما يكونش محتاجه لكن النادي الثاني بيشتريه. هي دي اللي عايزين نحط لها اليه. طيب. كابتن بدل ما نحدد نرجع رده للخلف، واحنا دلوقتي القوانين خلينا نشتغل، مش عايزين نخترع القوانين العالميه. هي حضرتك اللي بتشغلنا احنا ده الحمد لله نجحنا نعمل لائحه دوليه تبع الاتحاد الدولي، لائحه نظام تبع الاتحاد الدولي. اجلتوها بقى لفبراير الجامعه فبراير عشان تعدي سنه، عشان لازم اللائحه تقول اي تعديل في نظام نظام اساسي في جامعه عموميه غير عاديه لازم تعدي على الاتحاد الدولي وافق. لا والاتحاد ده هو مقررها من ماده في الاتحاد الدولي. تمام. فما نقدرش نغيرها بعد 6/2 ان شاء الله. ما فيهاش حاجه. ودي طبعا شوربه الخضار اللي انت قلت عليها. شوربه الخضار انا يعني بصراحه انا ما يزعلش مني، انا احب المهندس سامح حسين جدا. انا مش عارف انا انتوا ما جبتوناش حاجه عامل ليه يا جماعه، لكن انا مش شايف له بصمه ورؤيه ما يزعلش مني في التغييرات. قلنا مش هنغير، قلنا انا مش داخل في موضوع القسم. احنا نجحنا الحمد لله نعمل حاجات كويسه، بيبقى في اداره للقسم الاول الحمد لله كانت فكرتي انا، ممكن احمد عارف وانا كنت بكلم بيها. انت كان عندك فكره انه المسابقات الاول كنت فيها قبل الاول والثاني والثالث، دي فكره كويسه جدا وفيها جزء منتخب، لكن الفكره ان احنا نلعب ماتشات ثابته ودوري يبقى ثابت تبخرت، وكنا عليه امال اكتر على المهندس عامر، لكن لقيت بصراحه الفكر برضه مش تقصد ان مفيش بصمه لعامر حسين. يعني رؤيه الملكات ديت، دي ملكات يعني، ديت افكار غير تقليديه بتبقى بتحس بروح، مش عمليه تداول لقص ولزق، احساس بالروح بتاع المباريات. وده اللي انا شفت انك بتلعب ماتشين كاس مع خمسه دوري وحاجه ساقعه. يعني بقت الموضوع مش مظبط الامور. وانا فوجئت بيها على اول ما شفتها، جيت من الانتخابات قلت شوربة خضار فعلا يومين ماتشين. ده حلو التعبير ده عجبني على الهيئه. كوكتيل يعني الجزر مفيد وصحي. يعني اذا كان الكوكتيل فهو صحي، واذا كان شوربة خضار فهو ايضا صحي.